الصوفيه بيسالوا بيتساءلوا قال ما هو الاسم الاعظم لله؟ قال له ليس الشأن ان تعرف ما هو الاسم الاعظم لله، فاي اسم لله ليس هو اعظم، ولكن الشأن ان تكون انت الاسم الاعظم لله. الشأن ان يكون الانسان كلمة لله. الشأن ان يكون الانسان عبدا لله. الشأن ان يعرف عبد الله ربه. الشأن ان يتلاقى العبد وربه في معاني العبودية والربوبية. تقوم بجهاز العبد الظاهر